الرحيم قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أهلنا المتبرعين، ها هي أضاحيكم قد وصلت، وصلت إلى أهلنا المهجرين في الشمال السوري. نحن الآن قد قمنا بتجهيز الأضاحي وذبحها وسلخها، وسنقوم بعد قليل بإذن الله بتقطيعها وتوزيعها على الأسر المحتاجة في مخيمات الشمال السوري. في اندونيسيا والله جزاهم الخير، نشكر جمعيه كازم في فلسطين، الله يعطيهم العافيه جزاهم الخير. الله يعطيكم العافيه، شكرا لاهل الاندونيسيين وشكرا لجمعيه الكاسه الفلسطينيين، الله يعطيكم العافيه ويجزيكم خير. حمدنا في اندونيسيا، تقبل الله منكم ونخص بالشكر. شكرا كازا فلسطين، جزاكم الله خير. نسأل الله تعالى أن يجزيكم عنا وعن المسلمين كل خير، وأن يخلف عليكم ويبارك لكم في أرزاقكم. كل شكر جمعية كاسح فلسطين، جزاكم الله عنا كل خير.